ماذا بعد منخفض السيال؟ بعد أسبوع من تأثر السلطنة بمنخفض السيال وهطول أمطار غزيرة على محافظات عديدة كما شاهدنا خلال الأيام الماضية، السؤال الذي يراود الجميع الآن هو ماذا بعد منخفض السيال؟ تشير أحدث الخرائط الجوية وصور الأقمار الاصطناعية بتشكل منطقة ضغط جوي منخفض في وسط بحر العرب، والتي من المتوقع أن يستمر تحركها للغرب خلال الأيام القادمة بالقرب من شبه الجزيرة العربية، وتشير التوقعات بأنها ستؤثر مع يومي الثلاثاء والأربعاء بشكل غير مباشر على شكل تدفق كميات من السحب الماطرة لأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، تشمل أجزاء من الوسطى وظفار وغرب وجنوب اليمن. ومن المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الغزارة مع احتمالية لجريان الأودية. ولكن هل تعتبر الأمطار القادمة أشد غزارة وأكثر شمولية من منخفض السيال؟ الجواب هو لا، لأن منطقة الضغط الجوي المنخفض ستمر بمحاذاة سواحل ظفار والوسطى ولن تؤثر بشكل مباشر على السلطنة. ومن هنا من مركز طقس العرب، تابعونا أولا بأول حتى نوافيكم بآخر التحديثات والتطورات. نتمنى السلامة للجميع.